كما استقبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر معالي السيد عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أكد سموه أن مملكة البحرين تقف قلبا وقالبا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة من منطلق وحدة المصير وعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين. وقد أشاد سموه بالدور الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية الشقيقة في الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها، مؤكدا بأن دول مجلس التعاون ليست لديها أي أطماع توسعية ولا تتدخل في شؤون أحد، وإنما تريد فقط منع الضرر عن دولها وشعوبها. وأعرب صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء عن التقدير وبالغ الاعتزاز للدور التاريخي والقيادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في ترسيخ المسيرة الخيرة لمجلس التعاون والعمل على تطويرها وتعزيزها لكل ما فيه خير وصالح شعوب دول المجلس الشقيقة وخدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، مثنيا سموه على الدور الذي يطلع به وزير الخارجية السعودي في مختلف المحافل عالميا والذي يعكس الدبلوماسية الخليجية الفاعلة.